السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وأتم علينا نعمة الإيمان. في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد كنتكم ونادم سبحانه وتعالى لكم تكرم كبرتي سابه صلى الله عليه وسلم نعلي ذاك نما صباحك أنا اسمي بنتي بنت فوق أتعلم في مدرسة السراج المنيرة نوريكا يا إسلامية. أنا اسمي يماني بنت محمد أتعلم في مدرسة السراج المنيرة نوريكا يا إسلامية. المادة السيرة وكل نسبه من جهة أبي والده عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن حسين ابن كلابي وكل نسبه من جهة أمي وأمه آمنة بنت وهب ابن عبد المناف ابن زهرة ابن كلابي مع